من أهم الدول في الشرق الأوسط ومهد الكثير من الإمبراطوريات ومقر آخر خلافة إسلامية فتح شعبها أوروبا وحكموها لمئات السنين. فتعالوا بينا نعرف تاريخ تركيا ومين هم الأتراك ومن أين جاءوا وما سبب تسميتهم بالاسم ده وما هو تاريخهم قبل الإسلام وما هي أهم الدول اللي أسسوها وإزاي الأتراك اعتنقوا الإسلام وكيف تعرفوا على العرب وتحولوا هم والعرب من أعداء بيحاربوا بعض لحلفاء وأصدقاء وإيه هي الدول اللي حكمت تركيا ومين هم أول الشعوب اللي سكنوها وإيه هو دور العثمانيين في تاريخ تركيا. كل ده وأكتر هنتكلم عنه في الفيديو ده، لكن قبل ما نبدأ ياريت ما تنساش تعمل للفيديو لايك وتشاركه مع أصحابك عشان يوصل لناس أكتر وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديدة أول بأول. يعتبر الأتراك من أقدم وأهم الشعوب في تاريخ العالم وبيرجع تاريخ تركيا إلى آلاف السنين قبل الميلاد. وتاريخ تركيا مش بس مجرد قصة أرض قامت عليها دول وحضارات، لا، هو قصة شعب وأرض بتفصل بينهم آلاف الأميال. فقبل ما نتكلم عن قصة الشعب التركي أو الأتراك ومين هم وجم منين وإيه تاريخهم، خلينا الأول نتكلم عن الأرض. دولة تركيا الحالية بتتكون من منطقتين أساسيتين، هما الأناضول اللي بيشكل 97% من إجمالي مساحتها ومنطقة صغيرة في أوروبا بتشكل 3% الباقيين. وفي الأناضول نشأت الكتير من الحضارات القديمة، كان أهمهم هي حضارة الحثيين اللي أسسوا أول إمبراطورية في تاريخ الأناضول سنة 1650 قبل الميلاد، وكانت وقتها من أقوى الدول والإمبراطوريات في الشرق الأوسط جنبا إلى جنب مع الفراعنة في مصر، اللي دخل معهم الحثيين في صراعات كتير زي حربهم مع رمسيس الثاني في معركة قادش الشهيرة. لكن بحلول عام 1190 قبل الميلاد تفككت دولة الحثيين وقامت مكانها دول أخرى، هما فريجيا وليديا. ولأن الأناضول بيقع في ملتقى الطرق بين قارة أسيا وقارة أوروبا، فكان عليه إنه يواجه خطرين. الأول كان من الغرب وتحديدا من اليونانيين الإغريق اللي استعمروا سواحل غرب الأناضول وأسسوا فيها عدة مدن يونانية، وسميت المدن دي باسم المدن الآيونية. والخطر الثاني كان في ظهور قوة أكبر من الشرق وتحديدا إيران، وهي الإمبراطورية الإخمينية الفارسية اللي تمكنت بقيادة مؤسسها كورش الكبير من احتلال الأناضول والقضاء على مملكة ليديا سنة 546 قبل الميلاد. لكن الفرس استقلوا جدا بقوة اليونانيين وقالوا إيه يعني اللي ممكن تعملوا بلد صغيرة زي دي، فحاولوا السيطرة على المدن اليونانية على بحر إيجا، فأدى قمعهم لليونانيين الموجودين فيها لطلب سكانها المساعدة من إخوانهم في اليونان زي أثينا وسبارتا عشان تشتعل بكده واحدة من أشرس الحروب في التاريخ، وهي الحروب اليونانية الفارسية اللي استمرت 50 سنة. حاول خلالها الفرس غزو اليونان لكنهم فشلوا. ومش هتصدق لو قلتلك إن انهيار الإمبراطورية الفارسية العملاقة دي بدأ من المنطقة الصغيرة دي اليونان، واللي هيكون ليها دور كبير جدا في تاريخ تركيا والأناضول زي ما هنشوف كمان شوية. ومن هنا يظهر لنا سؤال مهم، وهو يعني ايه اصلا كلمة أناضول؟ كلمة أناضول هي تسمية يونانية بيرجع اصلها لكلمة أناتولي واللي معناها الشرق او مكان شروق الشمس، وده لان الأناضول بيقع شرق اليونان فالشمس بتطلع منه على اليونان. ولفترة من الفترات كان الأناضول بيسمى باسم آسيا الصغرى، ومن اليونان انطلق الإسكندر الأكبر عبر سلسلة من الحملات العسكرية الناجحة واستطاع احتلال الأناضول والقضاء على الإمبراطورية الفارسية عشان تبدأ من هنا الهيمنة اليونانية الكاملة على الأناضول لأكثر من 2000 سنة. وكان السبب في ده هو استقرار اليونانيين بأعداد كبيرة في الأناضول ونشرهم للثقافة اليونانية. وخليني أقولك إن الأناضول وقتها كان ليه أهمية كبيرة جدا على مستوى العالم القديم، فلك أن تتخيل إن من بين عجائب الدنيا السبع وقتها كان في 2 منهم موجودين في الأناضول، وهما معبد أرتميس وضريح موسولوس. ومن بعد الإسكندر الأكبر تم تقسيم إمبراطوريته بين قادة جيشه، وظهرت في الأناضول عدة ممالك صغيرة، في حين أصبح أغلبية مناطق الأناضول تبع الإمبراطورية السلوقية واللي استمرت في حكم الأناضول لحوالي 113 سنة. لكن خليني أخدك في رحلة لغرب أوروبا وتحديدا إيطاليا. ولو بتسأل إيه علاقة إيطاليا بالأناضول، هجاوبك على السؤال ده وأقولك إن المنطقة دي هتكون السبب وراء الكتير من الأحداث المهمة اللي هتحصل في تاريخ الأناضول زي ما هنشوف كمان شوية. ففي الوقت ده نشأت في إيطاليا قوة جديدة وهي
الجمهورية الرومانية اللي بنت قوتها على الغزو والتوسع على حساب الدول المجاورة، وفرضت سيطرتها على غرب البحر المتوسط كله. لكنها لم تكتفي بده، فخاضت عدة حروب ضد السلوقيين ونجحت في احتلال الأناضول بشكل تدريجي ابتداء من سنة 133 قبل الميلاد. واستطاع الرومان حكم الأناضول لمئات السنين، ومع ظهور الديانة المسيحية انتشرت بشكل واسع في الأناضول، واللي أصبحت في النهاية هي الدين الرسمي لأغلبية سكان المنطقة من اليونانيين والرومان. وبحلول القرن الرابع ميلاديا تعرضت الإمبراطورية الرومانية للفوضى وعدم الاستقرار، وأمام الأوضاع المضطربة دي أراد الإمبراطور الروماني قسطنطين الكبير سنة 330 ميلاديا تأسيس عاصمة جديدة للإمبراطورية الرومانية تكون بديلة عن مدينة روما، فوقع اختياره على قرية صيد يونانية على مضيق البوسفور اسمها بيزنطة، وأمر بتحويلها لمدينة كبيرة سماها على اسمه وهي القسطنطينية اللي أصبحت أهم مدن العالم وقتها. اعتنق قسطنطين الديانة المسيحية وجعل منها الدين الرسمي للإمبراطورية الرومانية، وفي عهد الإمبراطور ثيودوسيوس الثاني انقسمت الإمبراطورية الرومانية نهائيا إلى دولتين سنة 395 ميلاديا، واحدة في الغرب اسمها الرومانية الغربية وواحدة في الشرق اسمها الرومانية الشرقية أو البيزنطية وعاصمتها القسطنطينية. وبكده نكون عرفنا تاريخ الأرض اللي هتعرف بعد كده باسم تركيا، ومعنى اسم الأناضول وتاريخه والدول اللي قامت فيه قبل وصول الأتراك. كل ده والأتراك لسه بعاد جدا عن الأناضول وما دخلوش على مسرح الأحداث بشكل مباشر. أما لو بتسأل نفسك الأتراك كانوا فين وقتها، فكانوا هنا في آسيا الوسطى وغرب الصين، وفيها عاش الأتراك حياة البدو الرحل لآلاف السنين، وكانوا بيعتنقوا ديانة خاصة بيهم هي الديانة التنجيرية، واللي هي خليط من التوحيد والوثنية. وفي معلومة تاريخية مهمة عن الأتراك بتقول إن هم أول الشعوب في التاريخ اللي ركبت الأحصنة والخيول واستأنستهم، وكانت المناطق اللي بيسكنوا فيها بتسمى تركستان أي بلاد الأتراك. لكن قبل ما جاوبك على سؤال يعني إيه كلمة تركي وسبب تسمية الأتراك بالاسم ده، خليني احكي لك الاول تاريخ الأتراك في آسيا الوسطى. أسس الأتراك الكتير من الإمبراطوريات المهمة، وكانت اول دولة تركية مركزية ليهم هي إمبراطورية الهون الكبرى المعروفة باسم شيونجنو، او زي ما الأتراك بيسموها إمبراطورية الهون الآسيوية، اللي تأسست سنة 220 قبل الميلاد، وكانت عبارة عن اتحاد من القبائل والشعوب التركية، ومن اشهر حكامها هو متى خان المعروف باسم أوغوز خان. وعلى مدار مئات السنين قام الهون والأتراك بالإغارة على المناطق الصينية، وبسببهم بنى الصينيين سور الصين العظيم لحماية أنفسهم من غارتهم. وبحلول القرن الأول الميلادي انهارت دولة الهون الأسيوية، وبدأ الهون في الهجرة نحو الغرب نحو أوروبا، وأسسوا إمبراطورية هونية جديدة وهي إمبراطورية الهون الأوروبية سنة 370 ميلاديا. فهجموا أوروبا ودمروها بقيادة قائدهم الأشهر أتيلا الهوني، وده بالإضافة لدولة الهياطلة أو الهون الأبيض اللي نشأت سنة 390 ميلاديا، وشنت عدة حروب ضد الفرس الساسانيين في إيران وانتصرت عليهم، حتى إن الإمبراطورية الفارسية في وقت من الأوقات كانت بتدفع الجزية ليهم، إلى أن سقطت على إيد دولة تركية تانية وهي خاقانية جوك ترك واللي معناها الأتراك السماويين. وكانت الدولة دي هي أكبر دولة تركية في التاريخ، فامتدت من منغوليا إلى وسط روسيا حاليا. لكن بحلول 603 ميلاديا انهارت الإمبراطورية دي وانقسمت لنصف، الخاقانية التركية الشرقية والخاقانية التركية الغربية، اللي سرعان ما تفككت وانقسمت لعدة دول وممالك أصغر. وكانت آخر الخانيات التركية القوية قبل الإسلام هي خانية الخزر في روسيا واللي اعتنقت الديانة اليهودية. أما في وسط آسيا فانقسم الأتراك للكتير من الفروع والقبائل اللي حاولت تتحد فيما بينهم، وكان أهمهم هم الأتراك الأوغوز. فكان ملخص تاريخ الأتراك قبل الإسلام هو أن بعض القبائل التركية الكتيرة تتحد مع بعضها وتؤسس إمبراطورية كبيرة تغزو العالم، إلى أن تنهار الإمبراطورية دي ويهاجروا نحو روسيا وأوروبا. وبكده انت عرفت تاريخ الأناضول وتاريخ الأتراك قبل الإسلام، وده ياخدنا للسؤال اللي بعد كده، وهو إيه اللي جاب الأتراك من آسيا الوسطى للأناضول؟ وعشان نجاوب على السؤال ده لازم نعرف الأول إزاي الأتراك دخلوا الإسلام وإزاي تعرفوا على العرب. ففي الوقت ده سنة 610 ميلاديا ظهر الإسلام في الجزيرة العربية، وبشر الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين بفتح القسطنطينية والانتصار على الفرس والروم أقوى دولتين في العالم وقتها. وبالفعل
في سنوات قليلة جدا تمكن المسلمين زمن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه من كسر الإمبراطورية الساسانية في إيران وفتح الشام ومصر وطرد الروم منهم. وأمام الهجمات الإسلامية الشرسة تداعت الإمبراطورية الفارسية في إيران بسبب الضربات القوية اللي وجهها لها المسلمين في معارك ملحمية زي القادسية ونهاوند وغيرهم. ومع سقوط الإمبراطورية الفارسية انفتح الطريق أمام المسلمين نحو آسيا الوسطى وبلاد الأتراك. في البداية قاوم الأتراك الفتوحات الإسلامية لبلادهم بكل شراسة، إلى أن نجح أحد أقوى وأهم قادة المسلمين وهو قتيبة بن مسلم في شن حملات عسكرية غاية في العبقرية نجح خلالها في فتح أغلب بلاد ما وراء النهر، وفرض الحكم الإسلامي فيها بحلول سنة 714 ميلاديا. عشان تبدأ من هنا قصة الأتراك مع العرب اللي تطورت وتعمقت أكتر سنة 751 ميلاديا، وتحديدا على ضفاف نهر طلاس لما اشتبك جيش الدولة العباسية اللي أرسله أبو مسلم الخراساني مع جيش الصين في معركة شرسة وهي معركة طلاس. فقرر خلالها الأتراك اللي بيحاربوا مع الصينيين الانحياز لصف العرب المسلمين، وده بسبب عدلهم وتسامحهم. فانتهت المعركة بانتصار ضخم للمسلمين، كتب فصل النهاية لطموحات الصين في آسيا الوسطى، وحكم على البلاد دي وأهلها بالدخول في الإسلام اللي اختاروه طوعا وبدأوا في اعتناقه بشكل كبير جدا. ده في الشرق. أما في الغرب فلم يتبقى مع الروم في قارة آسيا إلا منطقة الأناضول اللي حاول المسلمين فتحها أكتر من مرة، لكن المحاولات الإسلامية العربية لفتح الأناضول كانت بتفشل، والسبب في ده هو تحصينات الروم للمناطق الجبلية الحدودية بالإضافة للاستراتيجية الخاطئة اللي اتبعها العرب في فتح الأناضول وهي استهداف العاصمة القسطنطينية مباشرة. فكانوا شايفين أن بسقوطها هتسقط الإمبراطورية البيزنطية مرة واحدة بدون الحاجة للفتح التدريجي للأناضول، وده في سعيهم لتحقيق بشرى الرسول بفتح القسطنطينية. فحاول المسلمين فتحها أكتر من مرة زمن الدولة الأموية إلا إنهم فشلوا، لكن محدش من الفاتحين المسلمين وقتها كان عارف إن تحقيق البشارة النبوية دي هيكون من نصيب بطل مسلم تركي. اهتم الخلفاء العباسيين بشراء العبيد من الأتراك وضمهم للجيش، وده بسبب شجاعتهم ومهرتهم القتالية. لكن بالتزامن مع ضعف الخلافة العباسية بدأ القادة الأتراك اللي أسلموا في تكوين دول إسلامية مستقلة، إلى أن نجحت أحد عشائر قبائل الأتراك الأوغوز وهم السلاجقة بقيادة السلطان طغرل بيك في تأسيس الدولة السلجوقية، وسرعان ما خضعت للسلاجقة إيران والعراق بالكامل. وكنا اتكلمنا في سلسلة كاملة قبل كده بالتفصيل عن دولة السلاجقة، هتلاقيها في علامة الآي اللي فوق وفي وصف الفيديو. ومن بعد طغرل بيك تولى الحكم السلطان ألب أرسلان. الراجل ده يعتبر من الناحية التاريخية هو أهم شخصية في تاريخ تركيا والأتراك بلا منازع. فانتصاره الساحق على الروم البيزنطيين في معركة ملاذ كرد سنة 1071 ميلاديا أدى لتغيير شكل العالم، وفتح الباب أمام الأتراك لدخول الأناضول لأول مرة، ومنحت معركة ملاذ كرد للأتراك وطن جديد خارج آسيا الوسطى. لكن يا ترى إزاي حصل كده؟ فبعد المعركة مباشرة دخلت الإمبراطورية البيزنطية في حرب أهلية، وأمر السلطان ألب أرسلان القبائل التركية باستغلال الفرصة وشن الغارات لفتح الأناضول. وقام السلاطين السلاجقة من بعده بتشجيع هجرة القبائل التركية إلى الأناضول، وده للتخلص من الفوضى اللي أحدثوها في إيران. وبسبب الفوضى السياسية اللي أحدثتها معركة ملاذ كرد في الإمبراطورية البيزنطية نجح أحد قادة السلاجقة واسمه سليمان بن قتلمش بمساعدة القبائل التركية الموجودة على الحدود في فتح الأراضي البيزنطية وتأسيس دولة سلاجقة الروم سنة 1081 ميلاديا كأول دولة إسلامية تركية في الأناضول، وهي فرع منفصل من الدولة السلجوقية الأكبر، ما أدى لجلب قبائل تركية أكتر للاستقرار في الأناضول. وسميت الحالة دي في التاريخ باسم تتريك الأناضول، وهي تحويل أغلبيته السكانية من اليونانيين المسيحيين إلى الأتراك المسلمين. واستمرت المرحلة دي لحوالي 400 سنة، وقطعة ورا التانية تم فتح الأناضول بشكل تدريجي، كل ده والعثمانيين لسه ما ظهروش على الساحة في الأناضول. وده لأن الهجرات التركية لم تتوقف عند كده، بل على العكس زادت أكتر، خاصة مع انطلاق غزوات المغول بقيادة جنكيز خان على آسيا الوسطى وإيران. فساهم ده في تشجيع عدة قبائل تركية على الهجرة إلى الأناضول، وكان أمامهم اختيار من اتنين، إما القتل على إيد المغول أو شق طريقهم بالقوة في أراضي الدولة البيزنطية. وفي
في الوقت ده سنة 1230 ميلاديا كان من أهم القبائل التركية اللي وصلت إلى الأناضول هي قبيلة قاي التركية، قبيلة العثمانيين. نرجع للمغول اللي سنة 1243 ميلاديا قاموا بهزيمة دولة سلاجقة الروم في معركة كوساداغ وأسقطوها، فظهر من هنا في الأناضول عدة دويلات وإمارات تركية، ومن بين كل الإمارات التركية دي كان في إمارة واحدة هي اللي غيرت تاريخ الأناضول وتركيا إلى الأبد، وهي الإمارة العثمانية اللي تأسست سنة 1299 ميلاديا على إيد عثمان بن أرطغرل، وقامت على جهاد الروم وقتلهم، وأصبح الأناضول هو بوابة انطلاق الفتوحات الإسلامية نحو أوروبا. وعلى إيد العثمانيين شهدت تركيا عصرها الذهبي، وأصبحت من أقوى الدول في العالم إن لم تكن الأقوى. ففي عهد أرخان بن عثمان عبر العثمانيين أوروبا لأول مرة، ونجحوا بعد كده في فتح بلاد البلقان واليونان في عهد سلاطين أقوياء زي مراد الأول وبايزيد الصاعقة. وتم تتويج الفتوحات العثمانية في أوروبا بفتح القسطنطينية بقيادة السلطان محمد الفاتح، محققا بدا بشرى الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. فنجح السلطان الفاتح في إسقاط الإمبراطورية البيزنطية بعد أن استمرت أكثر من 1000 سنة، وحول كنيسة آيا صوفيا أكبر كنائس العالم وقتها إلى جامع، وغير اسم القسطنطينية إلى إسلامبول أو إسطنبول. وفي عهد السلطان محمد الفاتح تم فتح الأناضول بالكامل بشكل نهائي. مش بس كده، لأ ده كمان ولأول مرة في التاريخ الإسلامي يحصل واحد من غير العرب على لقب خليفة المسلمين، وهو السلطان سليم الأول اللي جعل الدولة العثمانية مقر الخلافة الإسلامية بعد إسقاطها في القاهرة، فأصبح بكده هو أول تركي في التاريخ يلقب بخليفة المسلمين، وهو اللقب اللي حمله كل السلاطين العثمانيين بعد كده لحد زوال الدولة العثمانية. لكن في سؤال مهم المفروض نعرف إجابته، يا ترى يعني إيه كلمة ترك أو أتراك، وما سبب تسمية الأتراك بالاسم ده، وإزاي الأوروبيين كانوا بيستعملوا التسمية دي؟ ظهر الاسم ده في التاريخ لأول مرة بشكل رسمي سنة 585 في رسالة من إمبراطور الصين وقتها إلى خاقان دولة جوك ترك في إشارة منه للشعب أو العرق التركي. وكلمة ترك أو تركي معناها في اللغة التركية القديمة القوي أو الشجاع، أما الأوروبيين خاصة زمن الدولة العثمانية فاستعملوها استعمال مختلف، فبالنسبة ليهم كانت كلمة تركي بتساوي كلمة مسلم، وإذا دخل واحد من مسيحيي أوروبا الإسلام قالوا إنه أصبح تركي يعني مسلم، وده لأن الأوروبيين لم ينظروا للعثمانيين باعتبارهم قومية أو عرقية، بل كانوا بيخلطوا بين العرب والأتراك، واعتبروا إن الفتوحات العثمانية اللي اجتاحت أوروبا هي امتداد للفتوحات الإسلامية اللي قام بها العرب في الأراضي الأوروبية خاصة بعد فتح الأندلس في أسبانيا والبرتغال وفرنسا. استمرت الدولة العثمانية حوالي 600 سنة وحكمها 36 سلطان، كان أكثرهم نجاحا هو السلطان سليمان القانوني، ومن بعد سليمان القانوني بدأ تراجع الدولة العثمانية وضعفها لعدة أسباب، لكن حاول بعض السلاطين العثمانيين الأقوياء إصلاح الأوضاع الداخلية ودفع الدولة نحو التقدم، كان آخرهم السلطان عبد الحميد الثاني، لكن محاولاتهم لم تكتمل، وبسبب أن الدولة العثمانية مكونة من عدة شعوب وقوميات أدى انتشار الأفكار والحركات القومية لتفتتها وإضعافها، واضطرت للتنازل عن أراضيها الواحدة ورا التانية، فاستقل الصرب واليونان والبلغار وغيرهم الكتير، وده شجع قوميات تانية زي العرب والأرمن والأكراد على طلب الاستقلال. ولأن أوروبا لم تكن قادرة على تدمير الدولة العثمانية من الخارج، فاستخدم الأوروبيين وعلى رأسهم إنجلترا أسوأ أسلحتهم ضد الدولة العثمانية، وهو تفريق العرب عن الأتراك ومحاولة خلق العداء بينهم والقضاء على صداقتهم اللي استمر مرت لأكثر من 1000 سنة من أيام معركة نهر طلاس. لكن باشتعال الحرب العالمية الأولى دخل قطار الدولة العثمانية محطته الأخيرة عشان تبدأ من هنا صفحة جديدة في تاريخ تركيا، وهو ده اللي هنعرفه في الجزء الثاني إن شاء الله. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمله لايك وتشاركه مع أصحابك عشان يوصل لناس أكتر، وتشترك في القناة وتفعل الجرس وتستنى الحلقة الجديدة وتشوف الحلقة اللي فاتت، وقول لنا رأيك في التعليقات وإيه هي المواضيع اللي تحب نتكلم عنها. وتقدر تتابع حسابات القناة على الفيسبوك وتويتر وإنستجرام وتيك توك، ولو حابب ان انت تدعم القناة ماديا عن طريق باي بال او موقع باتريون او من خلال الانتساب للقناة هتلاقي الروابط في وصف الفيديو وفي اول تعليق. شكرا.